زي ما مستر امير كده شرح وانا هقول تاني، هندخل على تمام. اوفيس 365 بتاعنا. هكتب هنا اوفيس، ده بيتكلم عن الباوربوينت لايف يا جماعه اللي هو اونلاين. ايوه، هتقول لك الوقت 365 ازاي تفتحه. وبعمل لوج ان. كلنا طبعا اللي معانا الحساب الموحد بتاع الوزارة. نعم. عندي هنا في الجنب حاجة اسمها كلمة ابس، شايفينها كلنا دي فيها جميع التطبيقات الموجودة عندي المتاحة على الحساب الموحد بتاعي. من ضمن التطبيقات دي تطبيق الباوربوينت، هو على شكل برتقانة كده وحرف البي جواه. أنا بفتح اهو برنامج الباوربوينت بتاعي اهو. هنا لو جيت تبصوا تحت هنا كل الحاجات اللي أنا اشتغلتها باوربوينت من أول ما بدأت مدربة أو حتى شغلي قبل ما أبدأ مدربة هتلاقيه موجود عندك هنا محفوظ مرفوع على ون درايف. ولو أنا عايزة أرفع أي حاجة وكلمة الابلود ده ايه وارفع اي برزنتيشن ايه انا عايزاه. تمام يا مستر امير؟ ممكن. طيب تمام. ماشي. انا دلوقتي هفتح اجيب بلانك برزنتيشن، اجيب عرض تقدمي ايه فارغ. واضح كده؟ واضح. ايوه. واضح. هروح لقائمة فايل، ايوه طلع. هروح لقائمة فايل هختار اي برزنتيشن من اللي انا شفته في الاول، وليكن مثلا هقول فايل واوبن. هفتح مثلا برزنتيشن بيتكلم مثلا اي برزنتيشن، وليكن برزنتيشن ده مثلا احنا نشوف كده يدينا ايه. فاضي؟ طب نفتح واحد تاني، هحاول افتح لكم واحد يعني. اهو هجيب مثلا الوان درايف بتاع الدكتوره اوشا، دكتور يا مستر امين. تمام، ادي البرزنتيشن ده انا كنت رافعه بيتكلم عن وان درايف. تمام، انا عايزه بقى البرزنتيشن ده الناس تتفاعل بقى معايا وتعمل تفاعل. عندي حاجه اسمها السلايد شو، شايفين البوتون المكتوب فوق او الريبون المكتوب فيه سلايد شو؟ هفتحه. في ايه؟ في حاجه اسمها السب تايتل سيتنج، دي اول حاجه لازم هعملها الاول. يعني السب تايتل سيتنج ديت اللي هي بتاعت اللغات. انا كسبيكرز، انا لو انا في محاضره دلوقتي اهو تفاعليه، انا مثلا بتكلم اللغه العربيه، فمثلا انا هختار هنا عندك جميع اللغات اهي، جميع ايه اللغات، هدور على العربي وايه واشوف اهي مكتوبه بين الناس اهي. تمام، دي اللغه اللي انا عايزه ايه اتكلم بيها، اللي هي تظهر للناس، هتظهر بايه؟ باللغه العربيه، ده كلامي اللي انا هتكلمه هيظهر باللغه العربيه. طب الناس بقى اللي هم مثلا لو انا بتكلم في محاضره لناس اجانب، عايزه بقى السب تايتل لانجوج، الكلام اللي هيظهر لهم اللي هو بقى لما انا اسجل حاجه بصوت بالعربي، وتظهر بقى هي عندهم تحت الشرايح بلغتهم هي، اختار من السب ايه؟ سب تايتل لانجوج دي. هو انا بتكلم ايه؟ عربي، وهم مثلا بيتكلموا انجليزي، هختار ايه؟ انجلش. بعد كده كمان بيقول لك انت عايز تحط موضع الكلام ده وترجمة الكلام ده في الاعلى ولا في الاسفل ولا في نص البتاع ولا يظهر اباف ولا قبل الشريحة. انا هقول له لا، حطولي ايه في البطن تحت. تمام، بعد كده هروح اعمل حاجة اسمها عشان اعرف بقى للناس ده انا كده ظبطت الكلام، ظبطت انا هتكلم عربي وهم بيفهموا اللغة اللي بيفهموا اللي بيكلموا ايه لغة ايه انجليزية عشان يظهر لهم الكلام. تمام كده مستر امير؟ مستر نعم امير نعم مع يعني انا حضرتك. دلوقتي اخترت انا ان انا هتكلم بالعربي والكلام هيظهر عندهم اللي انا هتكلمه ده باللغه الايه بتاعتهم، هم بيفهموا ايه انجليزي. ماشي، انا دلوقتي بقى بعد كده بقى انا عايزه بقى الشرايح دي تظهر لهم بقى كلايف. شايفين كلمه برزنتيشن لايف دي؟ لما اضغط عليها هتظهر لي حاجتين، هيظهر لي only people in your organization. لو انا عايزه العرض التقدمي ده يروح بس للناس المتخصصين في منظمتي، يعني الناس برضو اللي معاهم على نفس الدومين بتاعي، فهختار الاختيار ايه الاولين. لا انا عايزاه يروح لكل الناس. لو انا في محاضره بقى قلنا احنا ظبطنا الكلام ان انا هتكلم عربي، وانا دلوقتي مفترض ان انا بكلم الناس دول بيفهموا لغه غير العربيه اللي هي الانجليزيه، فانا مش معقوله هبعت لهم اللينك اللي هو بتاع ايه المنظمه لانهم مش على نفس الدومين، انما هعمل ايه
اختار اني وان ويز دي ايه ويز لينك. تعالوا كده نشوف هيحصل ايه. وهعمل بريزنتيشن لايف وهختار اني وان ويز لينك وهقول له انا عايزه ابدا من الشريحه دي. ما عملش ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما عملش ليه يا مستر امين؟ مش عارفه ما عملش ليه. ضعف النت. نروح للكاسل البرزنتيشن اللي جنب ايديتنج. شايفه الكاسل اللي هو ده عند ايديت العرض؟ أي. هو كده عرض، هو كده عرض نعم. الايه البرزنتيشن بتاعي. هنا بقى لو انا ايه كمحاضره اهو، انا عايزه استخدم هنا القلم ده. القلم ده ممكن اعمل ايه؟ ليزر كده مثلا، الون لو انا عايزه الون زي كده، اكتب اشاور على حاجه مهمه مثلا في الشريحه، عايزه اعمل حاجات هايلايت، عايزه امسح اهي، عايزه امسح اللي انا كتبته، عايزه اكبر الاستيكه شويه، لا مش عاجبني لون القلم هغيره من تحت هنا، عايزه هنا اعمل مثلا هنا ايه، اشوف كل الشرايح هتبقى قدامي بتاعه العرض، اجيبها من ايه، من المربع اللي هو قبل القلم ده، عايزه ارجع تاني، لا انا عايزه شريحه شريحه، عايزه مثلا اعمل اللي احنا قلنا عليها الريهرس كوتش اهو شايفينه ده، بقى بيخلي الناس تتفاعل معايا لايف. هيتفاعلوا معايا لايف فين؟ يا اما ابعت لهم اللينك ده زي ما انا هعمل دلوقتي كده، كوبي ذا لينك وهبعته لمستر امير في الشات، او همسح الباركود. هيظهر هنا عدد الناس اللي انضموا لي جوه ايه الفصل. انا هبعت كده لمستر امير دلوقتي، هنزل كده تحت هبعت لمستر امير دلوقتي على الشات اللينك اللي انا جبته ده. دي اشترط ان احنا نكون فاتحين الباوربوينت. الباوربوينت اونلاين. هتدخل على طول على اللينك، هتدخل على طول على اللينك يا مستر طلعت، مجرد انا بعت اللينك اهو، هتدخل على اللينك او هتدخل، لا انا مش عايزه هنا جاب لي، انا هتكلم عن الموضوع ده بس هو جاب لي صوره الريتير، اعملها تاني كده. انا ظهر معايا ريهرس كوتش. طب انا هنا الاول قبل ما اظهر ريهرس كوتش هنا جاب لي ايه؟ هنا لما ظهرت لي ريهرس كوتش هنا جاب لي ايه؟ عدد الناس اللي دخلوا هنا، دخلوا هم 26. ايه شايفين العدد 25؟ دول 25 دلوقتي متفاعلين معايا ايه على الباوربوينت ايه لايف. ممكن من هنا انسخ الكود تاني، انسخ الكوبي لينك تاني، ممكن اخد الباركود. طب الباركود دوت اجيبه ازاي؟ شوف وفي تفاعل كمان اللي هو الرياكشن، وانا قلت في رياكشن هيحصل ما بين في اللي بيسقف وفي شايفين الحاجات الحلوه دي. شكرا. ممكن اجيب من هنا الكيو ار كود. طب انا ما عنديش ايفون، انا ماسكه مثلا زي مس فاطمه كده اندرويد، طب اعمل ايه في الباركود ده؟ من اي متجر اكتب بس كيو ار كود ريدر، اي كيو ار كود ريدر وهتحمله على الموبايل، مجرد بس ان انت تفتح الكاميرا بتاعت الموبايل وتمسح الكيو ار كود هتبقى معايا. طب انا عايزه مش عايزه اشوف الرياكشن ده، الرياكشن ده مثلا في بعض البعض بيتضايق منه يعني او مش مستحب، ممكن اقفل ايه العلامات دي هتبطل ايه الرياكشن دي، مجرد ان انا افتحها تاني هيبدا الرياكشن ده. طب انا كده خلصت شرح السيشن وخلصت كل حاجه ومش عايزه حد يلعب بقى في السيشن بتاعي او يخش عليه تاني، هعمل اند ايه اند الايه للسيشن، بس انا مش هعمل اند الايه للسيشن بتاعي. في الريهرس كود دوت مجرد ان انا هاخد، انا عايزه بس ايه اخرج من العرض كده واوريكم حاجه. لو انا اخدت الكوبي لينك زيكم اهوت، انا هدخل بقى بالكوبي لينك يا مستر امير. انتوا معايا لسه ولا نمتوا؟ مع حضرتك انا فاتح معاك. انا هدخل لايكات، انا هدخل باللينك اللي انا دخلته عشان اوريكم بيبقى شكله ازاي اللي احنا دخلنا عليه اهو. دخلت وورك توجز هيجيب لي بقى ايه بقول لحضرتك جبت الرابط ازاي اللي هتشيريه للناس من داخل او الطلبه من الباوربوينت ذات نفسه. اهو الهرس الكوت اهي جبته من تحت هنا اهو، هيجي لك الهرس الكوت الصوره اللي احنا جبناها او الكوبي لينك اهو، شايفين كلمه كوبي لينك دي الشاشه دي، هجيبه او الكيو ار كود تحت اهو. نعم بداية ده هنا العدد طيب. عندي ممكن تعرضي من الكاس اللي تحت يعني؟ تمام ايوه وانا ماشي اهو، انا ماشي اهو في كل الشرايح يعني، انا كده بمشي اهو في الشرايح بتاعتي
وفي اهو فوق اهو كمان يا مستر يعني هو عايز اللينك من فوق ياخده اهو كوبي من هنا وياخده وكده. انا بقلب الشريحه بتاعتي اهو انا عماله بقلب اهو بقلب في الشرايح بتاعتي واكني شغاله في ممكن ان انا اديك درجات كمان بياخد بقى انا بتفاعل مع حضرتك في ريت وفي ريت وفي تقدير للعرض مثلا انت شايف العرض بتاع المدرب ده حلو تدي له كام في العرض في التصميم مثلا في التفاعل قلنا في رياكشنات قلنا في تقييم وفي رياكشنات للمدرب ده حلو جدا في كمان لا. ان انا عايز اجيب حضرتك من تحت اطلع كده واعمل لها انا لو جيت هنا كده عملت عملت هنا البيجيننج اهو انا عايزه البدايه اهو انا عايزه هنا انا عايزه اقفل كده عايزه البتاع اللي هي كانت بتقول دي بس ما تكبرش انا عايزه كمان لو انا عايزه اسجل بقى حاجه بصوت كده تاني البريزنت لايف اهو انا هجيب البريزنت لايف تاني شايفين تحت يا مستر بيقول في مايك اهو في مايك بيظهر ويروح ويجي كده ولو انا عايزه اسجل بقى ده اللي انا قلت عليه لو انا عندي المايك هفتح هنا الصوت رايح بس على الصوت في مايك كده بيروح ويجي تحت هنا لو انتوا شايفينه بس ما بيظهرش تقريبا عايز الشاشه تنزل تصغر شويه انا عايز اصغر الشاشه اف 5 كنترول ناقص جايب مرحبا بكم ايار حضور الكريم يعني ما اروح تاني اول سلايد شو هو بس بيظهر بس بيروح ويجي انا عايز بس اوري لهم الحته بتاعت الكلام انا هنا اخترت الكلام ايه عربي وعايزاه يظهر انجليش مثلا واقول له كلهولي تحت تحت الشريحة نيجي نشوف كده او شايف يا مستر المايك اللي هو هنا ده المايك ده اهو نعم المايك ده اهو مجرد ان انا اتك عليه وهعمل ستارت ريكوردنج تسجيل هيبدا مثلا يسجل اهو انا بسجل اهو وكده هبدا اوقف الكلام هبدا اوقف الكلام وهقول له كده وقفت الكلام هيبدا يجيب لك يجيب لي هنا بس انا عشان المايك عندي بايظ هيبدا يجيب الكلام اللي انا اتكلمته لو انا بتكلم باللغه قلنا العربي واللي بيستمع عندي باللغه الانجليزيه هتلاقي تحت هنا على الشرايح الكلام اللي انا بقوله اترجم له باللغه اللي هو ايه يفهمها وهنا هنا الشرايح كلها زي بعض لما انا عايز اجيب شرايح العرض كلها واشوفها مره واحده اهي من اللي قبلها من قبل الاول عايزه هنا مثلا اشوف بقى ايه ارجع للشرايح تاني لا ارجع لها تاني تمام وهنا بقى الفهم اللي رايح واللي جاي ده بقلب منه الشريحة اهو ما عمال اقلب اهو ممكن اكتر احنا كم احنا بنقلب الشرايح برضو احنا حدانا من حدانا اه ما انا بقول لك العرض تفاعلي انا ممكن اكتب يعطينا الخاصيه يعطينا الخاصيه كده ايوه بكتب كلمه هلو اهو لا مش عاجبني هالو دي عايزه مثلا اقول خلي بالكم من الحته دي اهو بعمل هايلايت اهو إيه عايزه امسح كل الكلام دوت مش عاجبني خالص وعايزه امسحه خالص من على الشريحه من قصدي عايزه اجيب هنا قلنا اهو شايفه مستر القلم اهو دي ظهرت اهي ظهرت اهي ريش كرسي تاني اهي لو انا عايزه برضه اجيب اللينك تاني اقول عايزه اللينك اهو وهنا هيجيب لي عدد كام واحد ايه يشارك معايا في التفاعل طبعا لما انتوا تفتحوه على الموبايلات او على الجهاز هيبقى مختلف عني هتبقى هنا بقى ايه هو هنا هيتضح لي كام حد ويظهر بقى الايموجي اللي انتوا شفتوها والكلام ده كله إيه في حاجه ده كده بالنسبه لكل حاجه في الـ في اللايف إيه في اللايف برزنتيشن في حاجه برضو انا عايزه برضو اوريها لهم برضو عشان ايه انا هوقف برضو الشير ده كده يا مستر وهجيب لهم حاجات برضو يعني ممكن يكونوا ايه ما شوفهاش قبل كده في العرض اللي انا كنت عاملاه قبل كده برضه هحاول اجيبه اعمله شير اهو انا واقف ده كده كده مفهوم يا مستر اللايف ولا اقول تاني اتفهم اللايف يا مستر انا اقول برضه حاجات برضه في اللايف وحاجات بره اللايف يعني انتوا شايفين الشير ولا ايه ايوه مع حضرتك ايوه مسمع طيب انا هشير تاني اهوت البرزنتيشن بس بتاعي
انت قلت كده ده في برزنتيشن انا كنت عاملاه او باور بوينت فيها بعض الحاجات كده انا هقولها يعني ايه زياده عن البرزنتيشن برضه لايف ولا لو عايز اخد ايه. نعم هنا انا كنت اتكلمت على الارت ايه فليب ارت. فليب ارت ده اللي هو موجود بقى في الاوف لاين. الاوف لاين شايفين هنا الفليب ارت ده هنا اهو شايفين الاوف لاين اللي انا واقف عليه ده. لو انا مثلا عايزه انسخ اي حاجه من على النت يعني مثلا انا رحت اهو على النت اهو هكتب مثلا انا عايزه مثلا طقس اليوم مثلا عربي هنا اهو هكتب معلومات عن طقس اليوم طقس كل شويه بقى هروح اشوف عايزه اجيب اخبار مثلا لو انا بعمل اذاعه عن طقس اليوم وعايزه احطه في البرزنتيشن انا مش كل شويه بقى هروح اقول له ان انت هات لي طقس اليوم واقعد افتح واب. مجرد ان انا هعمل لها كده اهو رايت كليك او فتح اهو رايت كليك هنا كده عايزه اجيب مثلا المقاله دي عجباني الكلمه دي الكلام اللي هنا في المقاله دي عجب اهو عن طقس اليوم اهو شايفينه مستر امير انا عايزه اخده كوبي اخده كوبي او كوبي واروح لايه للبرزنتيشن بتاعي واحطه في الكليب ارت واقول له ايه بيست تو. هو هنا خد لي ايه اللينك اللي انا ايه فتحت ايه عليه حطه لي هنا حطه لي بالكليب ارت بحيث ان انا لما اجي كده هيوديني فين هيوديني على المتصفح اللي انا فتحت ايه عليه من غير ما ارجع افتحه ايه تاني. تمام انا حطيت هنا اللينك للناس تمام كده مستر ده حاجه في الكليب ارت كده هو ده في الاوف لاين. انا بجيب الكليب ارت اهو بتاعي وعايزه اي حاجه انا فتحتها عايزه انسخها هنا اجيبها هنا لينك اي حاجه اي حاجه عندي كلام بيج عندي صفحه انا كنت ببحث عنها النت بقف على الحاجه اللي انا كنت ببحث عليها وليكن هرجع تاني اهو انا كنت ببحث عن طقس اليوم مش عايزه المقاله دي مثلا دي مش عاجباني اجيب مقاله مثلا تانيه زي دي كده هو مفيش كلام ليه يا جماعة هاتوا اي كلمة يعني ان شاء الله الكلام ده وعايزة اخده كوبي اهو واقول له روح حطهولي في الكليب ارت بتاعي بيست نسخه ولا ما نسخوش اهو شايفين على الشريحة اهو نسخ الاماكن القريبة الجيزة جاب الحاجة اللي انا ايه بحثت عليها جوه فين في الشريحة تمام مستر امين ايوه تمام. في حاجة كمان في بعض الاختصارات من الكيبورد ممكن استخدمها في الباوربوينت لو انا عايزه الشاشه مضيئه اعمل كنترول وحرف ايه البي لو انا عايزه الشاشه عندي في الباوربوينت او الشريحه عندي مطفيه يعني دارك كنترول وحرف الدبليو لو انا عايزه مثلا حاطه كذا صوره زي الناس بتوع الماس حاطين مثلا صوره تريانجل وسكوير ومربع ودايره وعايزه اجمعهم مع بعض اعمل كنترول وحرف الجي اللي هو جروب عشان اجمع كل الشكل اللي هي خاصيه الموف يا مستر المورف لما كنا بنجمع كذا شكل في بعضه دي هوريها لكم برده الوقت هو ايه ضغط ثواني يا مستر ايه نعم تمام نعم تمام هو لحظات وهننزل كل حاجه الاستاذه خلاص ما عادش واحد 10 دقائق بس حاضر ربي ان شاء الله اصبروا بس يا معانا يعني المواضيع دي كلها مهمه يعني حتى نستفيد كلنا منها انا عايزه اكتب باراجراف ايوه انا عايزه اكتب باراجراف هكتب اختصار كده على الشريحه هيكتب بالرمز ده هيكتب ايكوال راندوم 2 سلاش كده اللي هي الفاصله ديت 3 يعني هنا بيتكون بين مقطعين وثلاث جمل
تمام. ده لو عايزة مثلا لغة انجليزية وبعمل لغة بكتب عن باراجراف معين وعايزة اي كلام للباراجراف مثلا عشان اطبق عليه مثلا لون الشريحة، اكبر الخط، اعمل الحاجات دي، فده اختصار بيجيب لي باراجراف. طبعا لو انا عايزة اجيب بقى اكتر من باراجراف، عايزة مثلا اجيب مثلا لا 3 قطع مثلا واربع سطور، بزود بقى زي ما انا عايزة في الايه في الارقام دي. تمام. دي جوه بقى على الاونلاين. لو انا مثلا في رياض الاطفال ومش عاجبني الديزاين الموجود هنا، يعني الديزاين اللي في الاونلاين ده مش عاجبني، انا عايزه بقى اشتغل على الاونلاين وعايزه اجيب الشرايح مثلا بتاعتي زي ما انتم شايفين هنا، جايب شريحه عن على القطط والكلاب. لو انا بتكلم مثلا درست انجلش وهتكلم عن حيوانات الغابه، هروح على الاوفيس 365 والله لما كنتش قفلته اهو، اهوت، وهجيب ايقونه الديزاين دي هنا اهي. هنا في السيرش مثلا مش عاجبني، لا مش عاجبني ده، مجرد ان انا هكتب له هنا اهو، هات لي مثلا عن الدوك، عن الكلب مثلا، ثواني كده بس اكتبها، عن الكلاب مثلا، واقول له ايه جيب لي حاجه عن الدوك، هيبدا يبحث اهو. شايفين يا مستر جاب لي ايه؟ مجرد انا اكتب بس اسم الحاجه اللي انا عايزاها، بس عاجب لقيتني شريحه الكلب دي، يعني انا مثلا عامله قصه لحيوانات الغابه وعايزه كل شريحه تكون عليها إيه؟ شكل الحيوان اللي انا هتكلم عنه، تمام، او البرتقال او تفاح او اي حاجه انا عايزه اتكلم عليها. الخاصيه دي بس موجوده في الاونلاين، تمام. ايوه ممتازه. في كمان خاصيه الدكتيت اللي هي اللي بالتدقيق الاملائي، كان زمان ده برضو موجود في الاونلاين برضو. لو انا برضو عايزه بدل ما اقعد اكتب على الشريحه، لا اتكلم انا اهي من الهوم اهي، في كده كتير هنا اهي دكتور هنا. وكان الاول اول ما طلعت كانت باللغه الانجليزيه بس، لا دلوقتي كمان متوفر اللغه العربيه اهي، عربي ايجيبت، يعني ممكن تكتب على الشريحه عربي وانجليزي، مجرد بس انت هتختار اهو العربي وهتدوس المايك ده بس. انا برضو المايك عندي بايظ في اللاب، وهتبدا تقول الكلام كله اللي انت عايزه، هو هيقوم كاتبه لك ايه على الشريحه سواء عربي او انجليزي. في كمان ايه كمان لو انا عايزه بقى في حاجات احترافيه وكنوز موجوده، لو انا عايزه اجيب اللي هو البنك الشخصيات الكرتونيه دي من اللي عندي من انسير لقيت اند هي، وهكتب باختار بقى اجيبها على الاونلاين برضه، هي موجوده برضه في الاونلاين اد اند، هجيبها من هوم واقول له اد اند. شايفها يا مستر اني؟ نعم. هي موجوده في الاوفلاين، موجوده في الاوفلاين برضه. انا اهي ده انا جبته ازاي، رحت على الايه على الاد اند اهي بتاعتي، وقلت له ايه افتح لي المتجر بتاعي، وكتبت فيه ان انا عايز شخصيات الكنترولية اللي هي البينك ستور دي. مجرد ان انت تعمل لها اد هتلاقيها اضافت عندك على الايه على على الباوربوينت بتاعك، وتقدر بقى تعمل شخصيات زي الشخص اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. خاصيه النيرف تجيبها منين؟ من اهي من الترانزليشن، كتابه الترانزليشن دي في الاوف لاين اللي هي الميرف دي. انا عايزه اعمل كذا شكل في الشريحه بتاعتي، انا اهو شايفين لو انا جبت الشكل مثلا الاولاني ده تراينجل، وحطيت شكل تاني زي ما انتم شايفين كده شكل ايه سيركل، وحطيت شكل ايه كمان ايه حطيت شكل هنا كمان ايه انا هعملها عملي احسن عشان تشوفوها كده شريحه جديده. انا نزلت شريحه جديده اهو، انا هعمل شيب الاولاني، قلنا ايه هنعمل ايه ترينج، تمام اهو تمام كده يا مستر امير. نعم. هعمل شيب تاني، هعمل شيب تاني في السكوير مثلا اهو، تمام. هعمل شريحه تمام ثالثه احط فيها داير، معلش لو كنت بتكلم بسرعه بس انا النهارده ضغطي عالي ومتضايقه. هروح هنا للسلكت اهي، افتحها واقول اول سلكت ايه سلكت اول سلكت ايه اوبجكت الكائن دي،
عارفه هي بتتعملش ليه. اي سيلكت باند، شايفين الكلمه سيلكت باند دي؟ هنا هغير ايه؟ انا واقفه على المثلث هخليه بنفس الاسامي، خليه بنفس الاسامي، هقول له مثلا انا عايزاه احط اي، عارفين علامه التعجب الموجوده فوق اللي هي الشيفت الواحد في الكيبورد، هقول له مثلا حط لي دوت اولوفر، اولوفر شيب ماشي. وهروح على الشكل التاني هقول له نفس الحكايه، بدل ترينجل 1 دي لا انا عايزاها بنفس المسمى، كلهم بنفس المسمى اللي انا سميته اللي هي الشيفت مع رقم واحد من الكيبورد وعلامه التعجب، وهكتب اولوفر مثلا. تمام. اجي الثانيه واروح على الشكل التالت واقول له انا عايزاه، لا مش عايزاه اولوفر 1، مش عايزاه شكل دائري، انا عايزاه علامه التعجب اتنين تعجب اهي واولوفر اللي هو الشكل الدائري خلاص. واروح احدد دي واحط دي واحدد دي واقول له ايه من ترانسليشن، اقول له كلمه ايه مور. شايفين الحلاوه؟ مش هتتقطع غير لما افتح الكاس. ثواني كده مستر امير افتح العقد. شايفين يا مستر اهي؟ ارجعها تاني. شايفين الدايره اتحولت لايه؟ لسيركل، ومن سيركل لتراينجل. شايفين الكلام ده هيبقى حلو جدا للناس بتوع الساينس. اوضحها تاني اهي اهي. شايفه يا مستر؟ جميل. نعم تمام. يبقى عرفنا من كلمه ترانزليشن اعمل ايه مير. هنا بقى عندي 3 دي ممكن، دي حاجه جميله برضو جدا. انا وصلت لفين بقى عشان بس ايه ما نلخبطش الدنيا. انا عملت المير، عملنا البرزنتيشن، عملنا لو عايز اجيب بقى صوره واضحه عندي هنا انسرت بيكتشر، يا اما فروم فايل يا اما من البوتون. في الاونلاين حاجه اسمها ستوك ايمج، انا عايزه اروح اجيبها لك بس. دي في الاونلاين بقى لو انا عايزه اجيب صوره بجوده عاليه، في حاجه اسمها ستوك ايمج. الستوك ايمج دي بتجيب صور هاي ديفينيشن بشكل عادي ممكن استخدمها، ده في الاونلاين. ستوك ايمج دي مش موجوده غير في الاونلاين اهي. لو انا عايزه اجيب مثلا صوره اشخاص، شخص واقف مثلا على السبوره، شخص متقاعد، لو انا بتكلم عن الحاجات الخاصه. شايفين الحلاوه لو انا جيت كده ضفتها على الشريحه هي بتحمل بس. ده الكلام ده في الاوفلاين، الايمج ده في الاونلاين يا جماعه مش في الاوفلاين خلاص. ممكن بقى اخدها كوبي وبيست واحطها فين؟ على الشريحه بتاعتي. شايفين درجه نطاق الصوره؟ ممكن اكبر بقى من الارقام دي، اصغر في العرض زي ما انا ايه عايز. طب لو انا عايزاها اضغط عليها كليك كده اهو وكوبي واروح للعرض بتاعي زي ما انا عامله كده في العرض، العرض بتاعي اهو، وعايزه اضيفها مثلا على الشريحه بتاعتي دي واقول له ايه اضافت بيكتش اهي. شايفين يا مستر كده 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 جبتهم في العرض بتاع الايه الاوفلاين. تمام. ده بالنسبه اللي اتكلمنا عن دي اللي انا لسه مكلمه عنها هنا بقى. 3 دي مود دي حاجه بقى حكايه. ده بالنسبه بقى للناس اللي هم ايه بتوع الساينس اهي. ما بجيبها من كوميت انسيرت 3 دي مودلز وبيبدا بس يقول لي بليز ويت، هو بيحمل ايه الصور اللي انا ايه. ممكن اجيب مثلا شكل ايموجي مثلا زي ده مثلا، بلاش كده لا هات لنا حاجه حلوه مثلا قلوب اهي عايزه اعمل لها ايه. شايفين القلب اللي قدامكم ده؟ هو بيحمل القلب اهو، ده القلب اهو عايزه احركه بدرجه 365 اهو. شايفين ده للناس بتوع الساينس برضو. القلب اللي هنا ده انا عايزه احركه برضه اهو بينبض. الودن دي مثلا اهي عايزه اجيبها، لو انا بتاعه ساينس وعايزه اجيب حاجه للاذن الداخليه مثلا شكلها من جوه ازاي، حاجه لللانجس الرئتين اهو، حاجه بتشد انتباه الطالب وبتبقى جميله جدا. لو انا عايزه مثلا اشجع طلبه بتوع بايموجي اهي، عندي اي ايموجي بقى، ايموجيات عندكم كتير اهي. انا كده خلصت يعني، واتمنى ان ما اكونش طولت عليكم السؤال. شكرا جزيلا على المحاضره الطيبه دي والحضور الكريم وصبرهم معانا، شكرا ليكي، ونقول لحضرتك الف الف شكر. شفنا النهارده